معلش يا فندم، يعني كنت عايز اسالك سؤال. هو ليه سيادتك يعني قاعد لوحدك على طول يعني؟ مش مهم، المهم ان المقدم منسي بيقول عليك عسكري بطل راجل. يعني يا نهار ابيض، مقدم منسي ده اخويا الكبير. والله العظيم مفيش طلب اطلبه منه لازم أن يقف جنبي. اخر طلب طلبته منه ان انا يعني عايز اطلع مداهمات وابقى بطل زيكم يعني، وقف جنبي وجابني البرس ونن الشرف. ومش عشان برضه سيادتك قاعد معايا يعني وقدامي، العساكر اللي بيخدموا مع سيادتك بيقولوا ان انت راجل طيب وجدع ويعني بتعرف ربنا بصراحة. ربنا يخليك علي، كلنا هنا نعرف ربنا ولا ما كانش جابنا هنا ولا ايه؟ انت منين علي؟ من الجمالية، محافظة دهلية. الله، ده انت بشميس وبنطلون يعني زي حالاتي. انا سعيد علي. بجد والله العظيم صعيدي؟ منين من الصعيد يا فندم؟ أسيوط. أسيوط؟ ده نهار أبيض، ده أنا مفيش واحد قابلته في الجيش صعيدي لازم أن يكون راجل وطيب ومجدع ورقم واحد والله العظيم. طب الحمد لله يا سيدي. مش عندك أخوات؟ ستة بس كلهم ماتوا. عارف يا فندم، أنا أمي دي ست جبل. جبل ده شوية هتلاقي ست عيال ولسه صابرة وبتحمد ربنا وماسكة نفسيها. بس أنا نفسي أفرحها، تلاقيني كده بسرع في الخطوبة والجواز عشان أنا حاسس إن أنا هموت، فعايز أجيب لها عيل قبل ما أموت. دايما اقول لها ام علي اني السابع يا ام علي. روق علي كده، كلنا هنموت. وبعدين ربك ما بيعملش حاجه كده وخلاص، ربك بيختار. يعني زي ما اختار نختار اهالينا. عشان كده انا مش مستغرب انك بتحكي لي على ست والدتك وانها جدعه وزي الجبل. انا كمان امي كده. عارف كل ما بفكر في اهلي واخواتي بعرف انهم ابطال. الناس مستنيه تسمع استشهاد واحد فينا في اي لحظه من اللحظات. يبقوا ابطال ولا لا؟ ده تلات ارباع عمرنا عايشين وهنا بعيد عنهم. ما تخافش علي، ربك مش هينسانا.